إذا مشاهدينا مستمرين وياكم بتكملة باقي فقرات حلقتنا لهذا اليوم، وصلنا إلى محور حلقتنا صيدلية أونلاين لبيع وشراء جميع الأدوية المحلية والمستوردة. هكذا أصبحت سوق مواقع التواصل الاجتماعي أرضا خصبة لمئات من الصفحات الوهمية والمجموعات العامة والمغلقة وعشرات التطبيقات لارتكاب جريمة القتل العمد، عندما تروج لبيع الأدوية والمستحضرات الطبية لعلاج أخطر الأمراض خاصة المستعصية منها سرطان والسكري والكبد. والكارثة لا تكمن فقط في انتشار هذه الصفحات والتطبيقات بشكل علني فاق التصور، بل ما يزيد الطين بل إنها إقبال المواطنين على شراء هذه المواد والمستحضرات الطبية أيضا، رغم التحذيرات الكبيرة من عدم شراء والترويج لما يتم الإعلان عنه من مواد طبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم ظاهرة بيع المنتجات الطبية في السوشيال ميديا بين جهل المواطن وفن الترويج، لنناقش كل ذلك مع هدير همام عبد الأمير اختصاص تقني طبي تحليلات وأيضا صاحبة مشروع كاريلا كيريس. صباحش نورتينا. صباح الورد عليكم وعلى خير والعافية. أهلا وسهلا حبيبتي نورتينا. تسلمي نور بيكم. بالبداية ريت بطاقة تعريفية جنابك يا هدير وأبرز اختصاصاتك. هو أني الأمانة يعني بديت إنه هذا الموضوع لأنه أصلاً من بعد السادس إعدادي أنا إنسانة كنت أتمنى أصير صيدلة أو أدخل قسم الصيدلة، بس الحياة مرات لا اعتراض على حكم الله. صح إنه أنا كملت قسم تحليلات بس أنا من مرحلة أولى أشتغل ويا شركات أدوية معروفة، فصار الموضوع هو بدمي يعني أصلاً بالفترة أحبه. وصار عندي شغلة واحدة يعني أنا مرات من أحضر للبنات أي برودكت أو باكج أسوي لهم يا أتخيل الكيس مالتها إنه شقد عمرها وشن الحالة مالتها وأحاول أعرف الروتين ده تمشي عليه، فأحب الموضوع رغم إنه يطول عندي مسجات ويا البنات وكذا وشيء، بس بالنهاية أنا أريد الكل يتوعى. فالموضوع إنه من زمان من 2010 يعني تقريبا أنا 14 سنة أشتغل الخبرة حياتي، اشتغلت هواي مجالات بس بقى هذا الفيلد إنه لامس قلبي وأحبه. شغلة ثانية إنه فتحنا موضوع كاريلا كير لأن أنا كنت بالبداية هواي مواد أجيبها عن طريق قرايبي من أوروبا. فإحنا كليتنا بنات أكيد راح نتكلم عن هذا المشروع يعني أكثر، لكن بداية اليوم موضوعنا كلش مهم. بالفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني احنا شفنا ولاحظنا ظاهرة انتشار بيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحظنا انه طبعا هذه الغير مرخصة وبعض الناس انه عندها اقبال على هذا الموضوع، فحدثين عن هذه الظاهرة. وهي للأسف تعتمد على الجهة البايعة والجهة المشترية. عادة هسه انت من ترحين مكان او ترحين ماركت نورمال الطبيعي تسألين الدورين تشوفين أول شغلة تقلبين مثلاً قطية كوكا كولا تقلبيها تعرفين راح تعرفين هذا منشأها مثلاً الشركة مالتنا المعروفة تعرفين هذا، فأنت ضروري تسألين وتقدرين بالبداية كتجربة تأخذين منتج أول. إذا شفتي هالمنتج أول إنه هذا المكان صادق أو عندك ثقة به تتوكلين على الله بتأخذين المواد. بس ما احترامي إليك، إحنا هواي صارت أكو ناس تطلع وتحكي وهواي أكو عندنا إحنا يعني تدرين انت مو الكل يعرف بالتفاصيل حياتي يعني مثل والدتي والدتك شوي ناس دا تمشي على اللي دا تطلع هي سوري يعني ما اريد اقول انه ما منو يعني ما اريد اجي اسم ناس معينه ف دا يمشون وراهم. طيب تاكيد لازم يكون هناك وعي ونقول فقره توعيه بالسوشيال ميديا بهذا الموضوع والاسعار. تبين من الاسعار ما تكون رخيصه يعني اكو باكجات اصفن عليها شلون 35000 اكثر من أربعة برودكت خمسة برودكت سوى. أنت تعرفين عقليا أنت تقيسين مرات شيبس ليز يجي من مثلا يجي تركي بسعر أغلى من الشركة اللي هنا. فأنت تقيسين يعني مبدئيا بالعقل بهواي أمور. طيب خلينا نتحدث عن مشروع هدير اللي هو كاريلا كير. من دعمت بي وكيف قدرتي توازنين بين اختصاصك والمشروع وشنو أهدافه ورسالته؟ أول شغلة هدفه الثقة. حلو. ومو هدفه انه تجاري بالوقت الحالي احنا نفتقر هذا الشيء بالضبط. واذا تشوفين انه ما بي اعداد هوايه اعداده طبيعيه ومهامي يكون تجاري نهائي
حلو. أنا رسالتي بالنهاية أوكي أستفيد طبعاً بس أول رسالتي تكون أول شغلة توعية. طيب. لأنه أنا حابة أي رجال وأي مرة بالبيت قاعدين لما يعرفون يروحون حال الأجانب يختارون الشامبو يعرفون الحامضية شو تأثر. نعم. الشامبو ليش بيه مثلا مادة البارابين؟ ليش بيه هذا الكذا؟ فهاي الأمور كلش بسيطة وتشوفون أنتم برا بالمولات موجودة، ما تحتاج استشارة طبيب. طيب. وهواي أشياء. وسمعنا أنه قبل أن نطلع الجو أنه طموحك صيدلة، لكن أيه. القسمة والنصيب كانت تحليلات. طيب. وأنا أخذت شهادة بهذا الموضوع الاختصاص المنتجات والتراكيب مالتها. وايضا ان شاء الله بالمستقبل اكو غير امور، بس انا احكي بالوضع الحالي ان شاء الله. نعم. طيب يعني حضرتك تكلمتي عن الثقه كلش مهمه بينك. نعم. وبين ايضا المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا شلون زرعتي هذه الثقه؟ شلون قدرتي توصلين ثقتك للمشاهدين؟ طيب شنو خطوات التعب؟ اول شغله دائما اني ما نجحت بهالموضوع الا مو اول شيء منتجات مالي كلها مستورده. طيب. فهذا انطاني ثقه انه اني اكتر للزبون احكي انه مضمون الشغلات 100%. طيب. شغله ثانيه انه الزبون وثق بي لانه اني اتبع الخطوات. يعني شلون؟ هسه انت مثل حضرتك تجين تقولين اني عندي مشكله التصبغات وكذا وكذا، من دا تشوفين اكو واحد يطول خلق وياك. الموضوع النفسي. نعم. مثل ما تروحين انت للدكتور دا تشكين من هواي مشاكل هو نفسي. طيب. اي اوكي تمام هذه سوالك راتشيت وطلعتي. طيب. انت حتحسين منطج حتى بالفعل. وقت وهذا الشيء كل الناس تريده. فنفس الموضوع يعني اسالها انا ايش قد عمرها؟ ايش قد عندك اولاد؟ ايش قد تستخدمين روتين؟ مع العلم هو هذا ما داخلاني باستشاره. طيب. المفروض اسوي حالي حال البقيه اسوي لها فتفتشي واقول لها هذا تمام. تسالني مثلا ميزانيتها مو تمام اقدر ارشح لها غير امور. فهو اول خطوه هي بعد ما انا اطول خلق يشوفون انه نفسيا اكو احد يستقبل من عندهم مشاكلهم. صح. وبعدها انا ادز البرودكت اللي حيخليهم يرجعون الي. طيب. فاحنا عاده بين الاطباء اكو فد كلمه نقول اذا راح البيشنت وما رجع، يعني اذا راح المريض وما رجع فانا مطمئن. يعني نقدر نقول اكو وصل ضمان، اكو استرجاع لهذا الموضوع. انا دائما عندي استرجاع. حلو. ودائما اسوي لهم شغلات تحفزهم تخليهم، يعني مثلا الباكج مال برايورين اسويه بسعر اقل على مود ياخذون 3 شهور، لانه دائما مواد السكين كير تطول يلا تبين النتيجه مالتها. نعم. واقول لهم صبروا والتزموا لانه نص العلاج هو بالالتزام. طيب. فانصحهم دائما وما انطي المواد الا مو اعرف انه راح تلتزم بها. طيب. اذا للشباب واذا للبنات. فالموضوع هو اكثر انه اني فريندلي ويا الكل. حلو. بصادقتهم يعني لا اكثر. طيب. ولا اقل. وهو اول تجربه من ياخذون المواد ابدي احس انه تجي اختها تاخذ صديقتها. واحنا اذا صرنا بنات هواية طبعا انزل لهم. نعم. وانا دائما كل كيس يطلع من عندنا يكون وياه هديه. نعم. حلو. فيعني اسوي لهم سبورت. حلو هذا التعامل اكيد طبعا. اي نعم. تدري انت عاده الطبقه اللي دا تسحب هذه المواد موظفات. بالفعل. فاني اعرف اني كبنيه عندنا هواي واحتياجات. نعم. وهواي متطلبات فاكون اني داعمه لهم. حلو. طبعا قلتي كلمه كلش ضروريه اللي هي نص العلاج بالالتزام. بالالتزام. نعم. بالفعل بالاخص السكين كير. صح. البشره. صح. تحتاج الكورسات مالتها من شهر الى 3 اشهر. صح. يلا نشوف نتيجه. شايف احنا ما عدنا صبر نجيب الدواء والله شهر ما شفت بالضبط. نتيجه بدلته انه اعطاني سايد افكت بهالحاله. طبعا ابد اي انصح الكل تكون خلقها طويل. نعم. وتحب بشرتها. طيب. وتكون عندها طاقه للموضوع، يعني مو تتكأب اذا ما اخذتها بعد 20 يوم. لا انا اريد من اول 3 ايام هدير، اريد من اول 3 ايام ماكو. طيب. اعالج. ما احترامي لك، انا عندي ريل منزلته بهالموضوع. نعم. يخص الشعر ويخص الجلد بصوره عامه للجسم كله. عسل سحريه. مو بس شوفي اي شيء يجيب علاج فوري، يجيب نتيجه فوريه. طيب. فانت ابتعدي عنه. كل شيء يجي بالسهل. ايه. روح بسرعه بالضبط. وينطي خصوصا البشره بعد ما يعدي عليها. صح. ربع قرن اللي هي 25 سنه. نعم. كل انسان بعد ما يعدي عليها 25 سنه لازم اني ضد فكره انه انت ورا ال40 بلشين بالشيخوخه. نعم. لانه احنا على الظروف البيئيه كعراق صوره عامه، يعني انا من الناس بدا التحسس عندي من قبل 6 سنوات 7 انا عيني دائما محمره. نعم. من وراء الجو الأتربة. طيب. ومتلازمة الموضوع عندي تماما. نعم. وبدأ التحسس ينزل للوجه كامل وللرقبة لأنه من وراء الظروف البيئية ومع احترامي
اكو شغلات تنحط بالجو ما نعرفها، غازات على فطريات على بكتيريا، فهواي اشياء تبلش من هالموضوع هذا. فيراد صبر ونحب نفسنا. وانه من تاخذين الشغله قولي لا راح تجيب نتيجه. وخذيها من مكان موثوق. والالتزام وحده من مشاكل البشره اللي نعاني من عتها الترطيب. الترطيب كلش مهم. نص العلاج بالترطيب. طيب حتى البشره الدهنيه ما هي دهنية شلون؟ مو هي الباكيجات الروتين سوري راح تاخذي هو راح هواي شغلات حيحلك اياها. يعني مثلا البشرة الدهنية دائما هي ما تفرز دهن، تسبب حبوب داخلية وحبوب خارجية. صحيح. تسبب مسام. فانت متبدين مثلا تونر وهذا المشكلة، تبدين بغسول اوريدي حتحسين انت خف، تقلصت المسام، خفت هواي شغلات. فتبدين هو الروتين بالبداية خلينا نقول من تاخذي يمكن راح تقولين انا شو ما بين عندي بسرعه. نعم صح. بس ورا شهر شهرين لا حيصير ابداع. طيب ذكرتي العامل النفسي كلش مهم. فحضرتك وممكن انه مسؤول عن هذا الشيء. الزوجين اليوم ثقت مثل ما تفضلنا انه المتابع. طيب ايضا شلون تنصحيهم من مواقع التواصل الاجتماعي الغير مرخصه؟ بعد هي هواي اشياء، مع احترامي انه نشوفها مرخصه. نعم. بس هي الداخل الباطل ما مرخصه. طيب موجوده الاوراق ويجيبوا لك كذا وكذا ورأس مال كذا، بس ضروري انه مرات انت هسه نفسيا تختارين هواي شغلات، مثلا تختارين ماركت او صيدليه معينه، ليش تروحي لها دائما؟ مثلا اكيد من خلال التجربه مره خلال التجربه تشوفين هو انسان ما يعطيك هاي الشغله، يقول شوفتيها مرات بدون فلوس جربيها. اكو اشياء نفسيا انت تعرفين الجهه المقابلك. من اني مرات اتقصد ما اجيب هواي منتجات اللي هي موجوده هنا، لكن يعني المشكله اللي احنا دنعاني بصراحه منها او بعض البنات احنا دنلاحظ انه هذا المنتج كل زين واعتمدنا عليه وكان اصلي، لكن بعد فتره من الزمن انه نشوفه انه ظهر بعده اشكال. صح. والكوبي. فاليوم شو نقدر نوعي المشاهد انه لا خلاص انه هذا كوبي وهذا الاصلي وهذا الشيء يعتمد على الشركه؟ هاي صعبه كلش صعبه. احس انا حقول لك ليش، لانه المصيبه يعني مثلا اني من الناس. طيب. شركه شفتها بالفيسبوك مكتوب هذا الباكج كله 35. طيب سيرافي لاروش فيتشي اللي هم اقوى شركات بالعالم حاليا. نعم. بالسكين كير. مرحبا عيني، اوكي تمام، سجلي هذا الاوردر سوي لي اياه حال حال اي وحده. وصل المواد، اجيت اقارن اذا كباركود فهو نفس الباركود الاصلي. نعم. اذا كستيكر فهو نفس الستيكر الاصلي. انا كالي انه انا كخبره بالموضوع أنا عرفت عن طريق الكرتونات شنو رأيك. سيرافي عرفت أنه مثلا أكو فد لوجو بصف السيرافي المكتوبة بالعروض مثلا حرف الآر. ورغم هذا هم أكو مستنسخ وهم أكو كوبي وهم أكو تقليدي. طيب. فأنت إن شاء الله واحدة عم تتخلصين من هالموضوع أنه تأخذي من المصادر الموثوقة. حلو. ومع الأسف هواية ضحايا لهذا الموضوع. أي والله. طيب وزارة الصحة أين من هذا؟ والله وزارة الصحة للأمانة دا تشتغل الموضوع، يعني أنا كفيلد طبي وكأني أداوم بالمستشفيات، فالأمانة تتحاول موضوع السيطرة النوعية، موضوع الكواليتي، موضوع الجودة، موضوع أنه إحنا نحاول قدر إمكان نقلل من مافيا هذول الناس اللي تجيب شوية شغلات. بس أنت لا تنسين إحنا عدد النسمة هواية، عندنا مداخل هواية، فالموضوع يراد الستيب باي ستيب وده تحاول حاليا الوزارة بهالموضوع هذا. طيب كاريلا كير فقط على السوشيال ميديا عندش منصة أم شوب؟ حاليا انا اول ما بلشت تعرفين انت كانستغرام هو افضل. نعم. واني موجوده بالسناب، بس السناب يعني عاده الناس تتابعه كشيء فني. نعم. بس كانه انت شيء تشترين من عنده فحتحفظين انه الفيسبوك او الانستغرام. طيب. ان شاء الله حيكون يعني بالمستقبل اكو محل ان شاء الله، واحنا متقصدين انه يكون كير وليس بوتيك او ستور، لانه اكو توسع بالموضوع. بس التوسع راح يكون هالمره مو للشباب والبنات، راح يكون توسع للبنات. حلو. لانه انا اعرف احتياج المراه وما اريد اي احد يغلبها بهالموضوع. طيب. يعني دا انقهر من القى انه البرودكت نفسي. طيب. دا اجيبه نفس اللي عندي دا ينحط ب 75 ب 80000 هو انا دا ابيعه مثلا ب 45 ب 40. لانه انقهر ليش؟ طيب ذكرتي انه دائما المراه يعني هي دائما اللي يتعب وجهها ودائما ضحيه هذا الطقس. أيه. بصراحه لانه تتعب طبخ وبيت وظيفه. صحيح. وغيرها. طيب ايضا هي يعني تبدي من فتره المراهقه البنيه يتعب وجهها وتغير هرمونات. صح. اشتغلتي على هذا الموضوع؟ اشتغلت عليه. طيب. هو هذا اول شغله احنا لازم مفروض من المدارس نبلش فيه. نعم. التوعيه من ناحيه انه ضروري واقي الشمس،
ضروري الغسول التغسل به، ضروري الاكل وفي السكين كير الاكل. طيب. كلش نعم. يعني المواد الصناعيه تدخل اللي هي بالشيبس بالسكر بالعصير على فكره انا من الناس اللي ضد هالاشياء. طيب. بس هم كل شيء بالحياه تبدي درجه درجه. انا تقريبا صار لي 10 سنوات تاركه هذه الامور. نعم. بس مو تاركتي بمعنى انه هسه احنا قاعدين قعدات بنات انه اذا ينحط شيء ما انه اكل او بس كلايف ستايل انا تاركته تماما. نعم. لانه من شفت المشاكل اللي تصير على البشره يعني التجاعيد مشكله السكريات. طيب. الحبوب مشكله السكريات. نعم. التصبغات مشكله السكريات، هاي احنا ما ندري بيها. نعم. فاكو اشياء مرات من نسال، انا احب الناس الفضوليه. طيب. بس الفضوليه بهالموضوع. بس بصراحه اكو نقطه جدا مهمه، دائما نسمع انه انت حضرتك ركزتي على التصبغات او حتى ممكن النمش. هي. يعني هوايه من الاطباء قالوا انه ما يروح من خلال المنتجات ومن خلال الكريمات وغيرها، ممكن انه بالليزر وعلاجات هذه، هل هذا الموضوع صحيح؟ او ممكن انه لا يتعالج خلاص بالمنتجات الطبيه؟ هو ماكو شيء مستحيل. طيب. واكو شيء اسمه صحيح انه تدخل بلازم اجهزه. نعم. الحالات اللي كلش مستصعبه، واكو شيء لا اللي تدخل به اللي اعمار اللي بعدهم مبلشين جديد. طيب. او انواع التصبغات وين واصله المرحله، هذه ضروري انه تمشين عليها. فهو انا ايد وما ايد، ماكو شيء ما يعني. نعم. تشوفي ايش قد مستخدمين التجميل والأجهزة والتقنيات، بالنهاية حيرجع يقول لك امشي على باكج عناية. بالفعل. لازم. وإذا تنتبهين على أنه برا وجوههم أوروبا ما يركزون على هواي الميك اب قد ما يركزون على سكين كير. ليش؟ كنا نحب الميك اب. من احنا بنات صغار نوقف قدام الميز التواليت وكذا، بس السكين كير ما ركزوا عليه من احنا كنا صغار، بعدنا ما كانت عندنا توعيه بالموضوع. يعني ما معلمين انه حطوا العطر بالبدايه، حطوا لنا المشط، بس ما حطوا لنا انه لازم مرطب. يعني مرطب لو اقول لك كميات المواد العظيمه تستفادي من عندها عن طريق المرطب. طيب. مستحيل قد تحلي المشاكل عن طريق الترطيب. فهو التوعيه. طيب. فالتصبغات هي مشكلة الأزلية عند العراقيين. صحيح. بالفعل. كليتنا نعاني من أدها. نعم. شباب وبنات، إذا من ناحية الرقبة اللي تصير من وراء الشمس، من ناحية التعرض للشمس. نعم. فأنت تقدرين لا أنه تخلين نفسك مرات تحمين حالك قبل ما تصير هذه الأمور. نعم. أو في حال إذا وين وصل المرحلة ماتش موضوع التصبغات. طيب أنت مع التجميل اللاجراحي أم مع المستحضرات السكين كير؟ أنا ويا الاثنينات. ويا الاثنين. حلو. تدرين ليش؟ حتى نشوف نتيجة. اكو حالات، شوفي اني انسانه مو مسويه التجميل، مسويه التجميل من ناحيه الشفتي. طيب. يعني من ناحيه الشفه. نعم. اوكي. طيب. وكل سنه ونص سنتين اسوي. طيب. لاني اشرب مي هوايه، فدائما انصح بها المي، فالمي دائما يحافظ على الهيالورونيك اسيد او الهيالورونيك فيلر بالجسم، يحتبس لانه الهيالورونيك التقنيه مالته او ميسته يحتبس مي. هاي احنا يمكن هواي شغلات جاهلين عنها، بس نعرف انه ليش نحط هاي الماده. نعم. فهو كلش مفيد لكل الجسم. طيب. طيب هدير، خلينا نتكلم اليوم عن الباكج اللي انت تحضريه لاي متابع، شنو يحتوي الباكج؟ شلون تهتمين به؟ اذا اذا كباكج شعر، خلينا نبلش اول شغله المي. نعم. ضروري. والشامبو اللي تاخذيه. طيب. يكون حامضيه الدرجه الحامضيه. شلون؟ انتم هسه كنا الطبيعي ناخذ شامبو. نعم. ما نعرف انه من مكتوب بي اتش، كلمه بي اتش 5 اللي هي درجه حامضيه الشامبو كلش 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 مهمه. نعم. هاي بالنسبه للشعر الجاف وايضا الدهني. ايه. طيب. لانه النفشه مشكلتها حامضيه. نعم. القشره مشكلتها حامضيه، اذا قشره مرضيه او قشره اللي تصير مرات الاعتياديه. التقصف. طيب. تخيلي مرات المسامه تنسد من وراء الشامبو، فهي اول شغله نبلش بها. نعم. بعدين وراها هي الفيتامينز، تساعد البصيله وتساعد المسام وتساعد على تدفق الدم للبصيله وغيرها من امور. نعم. بس ما اريد ندخل ازيد. نعم. بهاي التفاصيل. اذا كباكج روتين يومي يعني كبنيه غسول مهم. وكشاب هم. طيب. يعني اكيد احنا نتكلم اليوم عن يعني علاقتنا منكم وحايدين لجهه معينه. طيب. اي شامبو، العفو الغسول. نعم. التونر. كلش مهم التونر، كلش مهم. طيب. اي لانه هو ياثر على هم درجه حامضيه حاجز الحمايه مال البشره. الترطيب حسب يكون صباحي او مسائي. نعم. واقي الشمس. طيب. والسيرم كل فتره تغيروه،
حسب نوع السيرم يعني شلون اذا السيرم فيتامين سي اذا السيرم بي زنك او نحاس او هيلورونيك فيلر يعني هاي طيب الشغلات ممكن الروتينية. تكلمت عن البشرة بصورة عامة لكن أكو فد نقطة جدا مهمة وهي ممكن إنه كل مرأة تعاني منها وهي هالات السود. شنو هذا ممكن إنه صنعت لهذا الموضوع؟ تشوفين؟ لا لاحظ لاحظ وما عالجتها؟ من أي قحل أقول لك لسبب أنا ما أريد أوصل مرحلة أصير عندي هوس بأي شيء أنا إنسانة أتخلى عن أي شيء يسوي لي هوس طيب فرحت تدرين أنت ما دام أنا بهذا الفيلد فالكل أصدقائي وصديقاتي نعم أكيد فأول من أروح مثلاً مؤتمر هاي شنو دا تعالي ورا ما تخلصين دا أسوي لك يا دا سوي يعني المهم فأني من الناس رحت أعالج هالمشكلة نعم أوكي وأني عندي تجويف لأنه هالمنطقة ما بيها شحوم نعم فالمفروض اليوم الشرحين هيك عن نفسك وكلش طبيعي ما حلو هذا ليش انا اقصد مرحله الطاقه اللي عندك ماكو واحد ما عنده عيب لا طبعا اكيد بالضبط نعم. فهي واحدة من العيوب اللي انا وهذا اللي نفتقده احنا بالفتره الاخيره بصراحه لازم كل مرأة ايضا تتصالح مع روحها هاي شوي يعتمد لها انه الثقه نعم. الثقه بالنفس صحيح طيب واجهتك حاله انه مستخدمين مستحضرات تجميليه بها سايد افكت على البشره وشنو والله يعني هي لنا مود يعني دائما اقولهم يعني تخابرني مثلا اول شيء اقولها امانه الله ستي كصديقه بدها تحكي وياها تنامين بالمكياج تقول لي ايه اقولها اللي تنام بالمكياج هاي مشكله يتدمر بها اي حاجه حمايه عندنا مثل يقول نامي مظلومه ولا تنامين بالمكياج لانه البشره تتدمر فانت تقدرين تستسهلين الموضوع كموظفه انا هسه كانسانه اداوم لحد الساعه 8 بالليل نعم انا عندي شغل ثاني ما حاطه ميك اب هذا اللي احطه كحل وحمر انا حاطه واقي طيب وحاطه كونسيلر نعم عند المشكله هذه عند المشكله اوكي مشكله العصر وبس ما احب احطه هوايه طيب خلينا نتكلم بما انك تكلمتي عن الشعر الجاف وايضا الدهني والمواد اللي لازم كل شخص انه يركز عليها خلينا نتكلم اليوم عن الشعر المصبوغ تعرفين انه كل فتاه تحب تلون بشعرها صح كلش هوايه وحسب الموسم الدرجة ألوانه. فاليوم شنو نصيحتك لكل مرأة تهتم بلون شعرها وتهتم أيضا بصحة شعرها؟ هو عادة تدري أنت هذا بما أنه شعرك جميل بعد نحكي هذا تعبان عليه هواي طيب لأنه أنا ما أصبغ طيب أنا أصبغ بالسنة مرة لون الأسود أنا اللي يعرفوني طول حياتي يعني ما يقارب لحد هذا عمري أنا ما مغيرته طيب فذا تشوفين هذا لون شعري الحقيقي طبعا ده ينزل هو لانه انا استخدم هوايه مستحضرات عنايه طيب اذا مثل ما قالت الشغلات بالبيت تصير طبيعيه واذا شغلات تكون يعني العنايه ممكن زيوت بعيدا عن العنايه وغيرها ممكن طبعًا. زيوت طبيعي طبعا انا اسوي مرات انزل الريلز يكون بشغلات من البيت موجوده حلو طيب احنا هنا كيف نصدق انه هذه الزيوت تكون اصليه ما هي حتى المواد الطبيعيه أصبحوا يغشوها للأسف لم نرجع للمصادر الموثوقة طيب نرجع نفس ليش نقطة. مثلا هسه أنت مطعم يريد يحافظ على سمعته شو راح يسوي إذا محافظ على راح يختار الكواليتي مال المواد مثلا أنت قعدتي قلت له شو التبولة ده حسها مو فريش شو راح يسوي هو عم يسأف الحالة راح يحاول ينزل لك وحده جديده لانه ما بده يخسر سمعته فنفس الشيء من تدخلين على محلات السكين كير او الصيدليات ما تقدر تجيب هوايه الشغلات تكون تقليديه لانه الزبون هو يجيب زبون ثاني طيب فالسمعه تبقى بالنهايه هي السباقه وهي الكل شيء اولا واخرا هي السمعه طيب اكثر ظاهره يعانون من عندها اصحاب البشره الدهنيه او بالاحرى كل انواع البشره تحديدا البشره الدهنيه اللي هي حب الشباب واثاره نعم. كيف هنا نقدر نعالجه او شنو الحل هي تعتمد على العمر عمارة المراهقه كنا تعرف عندهم تصاعد هرمونات خربطه تصير لحد ما يثبت العمر وهم اصلا بهذا العمر فهم محبين للحلويات مثلي ومثلكم كليتنا النظار نوميات اي بالضبط فانه انا من الناس اقول دائما من تبلشون باي شغله لا بتبلشون تقطعوها قبل تماما من الشخص المقابلكم يعني انا لو عندي بنيه مراهقه اول شغله اقول لها تمام حبيبي اكلي هذا الشيبس بس اكلي مثلا شيبس البطاطا هذا النوع لان هذا النوع انا اعرف تصنيعه شلون دا يصير مثلا هي حابه البيبسي اقولها اوكي تمام بلشي انه بنص جلاس حد ما تبدين تدريجيا تخليها تقل علميها تحب نفسها تحب جسمها تحب شعرها ونفس وكذلك للشباب لانه احنا هسه الحمد لله اكل
ما يفيدك كذا او ما شو هذا الدهون اللي تصعد والسكريات تصعد والمواد الصناعيه تصعد، هي كلها تاثر طبعا وتاثر حتى بغير امور، حتى بالاجسام المضاده اللي موجوده بجسمنا هذا هم تاثر به. طيب نورتينا اليوم بهذه النصائح الجميله. لا بالعكس، شكرا لك. اشكركم. لا شكرا لك على هذه النفسيه الحلوه والطاقه الايجابيه اللي انت اعطيتينا اياها. شكرا لك. اكيد شكرا لك. اكيد نورتينا على نصائحكم. انا اتشكر القناه على انه حابه مواضيع التوعيه. احنا عندنا استطلاع، قبل ما نروح لهذا الاستطلاع خلي شويه نسالك نغير الموضوع اليوم من الشعر وغيرها. اوكي، شو رايك بالزوج المثالي او شو مواصفات الزوج المثالي؟ والله اشوف هذا الموضوع حاليا صعب. طيب ليش؟ شنو السبب؟ أول شغلة دا يفتقروها حاليا شبابنا المسؤولية. نعم، يعني أنا عايشة دور الأم وعايشة دور الأب بالبيت حسب مسؤوليتي، أنه أنا كأخت كبيرة وترتبت مرات ظروف الحياة أنه أنا أكون مسؤولة عن هواي أمور. فاستجابتي لهواي أشياء أنه أنا صاحبة مسؤولية ما شفت أكو أحد يكافئ هاي الشغلة. فحاليا الشباب مشكلتهم الرئيسية المسؤوليه ويا اي بنيه. بالفعل. طيب يا ديلا، ممكن اليوم الزوج المثالي يعتمد على تصرفات المراه باعتقادك؟ بالتاكيد يا همسه يعتمد عليها، لانه احنا مثل ما نقول الشخص اللي يدخل حياتنا انت ترتبيه مثل ما تريدين. طيب. مثل ما انت حابه. نعم. بالتاكيد نتمنى السعاده لك ان شاء الله يا رب. موجوده السعاده وسعاده لك موجوده دائما، كل ما احنا نامن بها موجوده دائما. واهم من هذا كله خلي دائما تحسين روحك قريبه لرب العالمين، فراح يصير كل شيء. شكرا حضرتك نورتينا. اذا مشاهدينا الكرام خلينا نشوف هذا الاستطلاع وبعدها راجع لكم.